تزايدت في الفترة الأخيرة حالة الانفلات الأمني، وتزايدت معها عمليات السرقة والبلطجة، الأمر الذي أدى إلى انتشار شركات الأمن والحراسة، وأصبح دورها فاعلا بعد أحداث الثورة. وكان تعرض مقر حزب الوفد للاعتداء وحريق مقرات الحرية والعدالة سببا في إطلاق دعوات لبعض قيادات الحرية والعدالة إلى تسليح شباب الحزب. وبالتزامن مع كل هذه الأحداث ازدهرت أعمال شركات الأمن والحراسة، واستعانت كثير من المؤسسات بها، وقامت بزيادة عدد أفراد الأمن سعيا لحماية العاملين بها. ومع تزايد الإضطرابات السياسية يزداد الاعتماد على شركات التأمين والحراسة، وخاصة مع استمرار حالة الانفلات الأمني التي يشهدها الشارع المصري. أهلا بحضراتكم. برغم وجود شركات الحراسة من سنين طويلة، لكن زي ما ذكرنا أن بعد أحداث 25 يناير، بعد الثورة والأحداث اللي شاهدناها من انفلات أمني في الشارع المصري بشكل عام، الناس ابتدت تلجأ للحرس، الحرس الشخصي والشركات التأمين، علشان تقدر تأمن سواء على منشآتها، بيوتها، على المدارس، على أولادها، على شخصها حتى، خصوصا الشخصيات العامة لجأت لهذا النوع من التأمين. للحديث عن هذا الموضوع معنا اليوم سيادة اللواء عادل عمارة، رئيس شعبة الحراسة والأمن باتحاد الغرف التجارية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، حضرتك مشرفت. سيادة اللواء، يعني هل فعلا شركات الحراسة بدأت تاخد موقع متقدم في غياب الشرطة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أشكر الدعوة للحديث عن هذا الموضوع الهام في الظروف دي الحقيقة. للإجابة على السؤال أقدر أدي لمحة كده تاريخية سريعة. هي شركات الأمن بدأت في مصر من حوالي 30 سنة، والبداية بتاعتها كانت لوجود حجم طلب حقيقي في وقتها، عندما تدفقت بقى الاستثمارات الأجنبية في بداية الثمانينات مع سياسة الانفتاح الاقتصادي وخلافه. فوجد أن الشركات اللي جت طلبت مين اللي هيقدم الخدمة دي، فطبعا كان بيواكب هذه الشركات أيضا شركات متخصصة في الأمن وإلى آخره. لنختصر يعني الرواية دي، بدأت أول شركة سنة 79 تقريبا، وكانت وفرت بقى خبرة أجنبية 50 سنة كمان منذ بداية النشاط ده في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. إذا لما بدأ في مصر كان بدأ حديث ومواكب للمواصفات والشروط. إنما مع تطور بقى حجم الطلب واحتياج المجتمع لهذه الخدمة، بدأت يعني تكثر شركات الحراسة أو يزداد عددها. إنما الحقيقة في غيبة قانون أو في غيبة ضوابط عشان تنظم عمل الشركات الحراسة، تنظم عمل هذه الشركات، وعشان كمان نطمن المجتمع أن هناك ضوابط، وأن هناك مراجعة، وأن هناك ترخيص، وأن هناك متابعة، وتفاصيل أخرى كثيرة تعرض لها يعني مشروع القانون اللي تقدمنا بيه. انما لما نيجي نقول لشركات الامن، هي بتقوم بدور رئيسي من عدة زوايا، واهمها ان الشركات الخدمات دي او شركات الخدمات الامنية بيساعد المنشأة ايا كان نشاطها في انها توفر عمالة، بدل ما تحطها في البيرول بتاعها، انما شركة متخصصة تبقى عندها فرصة الرقابة، فرصة المتابعة، فرصة التقييم، فرصة التغيير إذا لم يعجبها الخدمة، بدل ما تحطها كموظف عايز بقى السنة الجاية يبقى درجة زي وأهله مجرة وياخد تأمينات وياخد حاجات كتيرة. بس نوع الخدمات يا فندم، يعني احنا بنشوف بعض المراكز التجارية عندها فعلا أمن خاص حوالين المركز وكلاب بوليسية مدربة وهكذا، إيه نوع الخدمات اللي شركات الحراسة في مصر بتوفرها للعملاء بتوعها؟ في طبعا أول حاجة تأمين المنشأة حسب نشاطها، إذا كان نشاط سياحي، نشاط فندقي، نشاط بنكي، لكل منشأة بيبقى فيها تقييم للمخاطر اللي بتعرض ليها. فبناء على المخاطر دي ناخد مثال، مثلا بنك، البنك بيتعرض للمخاطر اقتحام زي ما شفنا في المرحلة الأخيرة، حوادث السطو المسلح، ده بيتطلب طبعا خطة لابد أن تتكامل مع الشرطة.
لان فرد الامن بيبقى في داخل المبنى طبقا للعرف، لان برضه ما نقولش في قانون، طبقا للعرف ان افراد الامن بيبقوا داخل المنشاه والشرطه بتبقى في الشارع او في المناطق السياديه بتاعته. فبتقدر تدي ضوابط للمترددين على المنشاه، تتاكد من انهم فعلا يعني مترددين على البنك بغرض التعامل مع صرف نقديه او ايداع او خلافه. بتساعد برضو في عمل اداري بتوجيه المترددين، بتتابع اي شكوك في واحد متواجد في الصاله، ما بيتحركش في الطابور، بيتعامل بشكل مريب، فبالتالي بتقدر تعمل تدخل في هذه المشاكل. في نفس الوقت برضو بنلاقي الامن ما بيبقاش بس عباره عن افراد، بيبقى في انظمه امنيه بتساعد في تكامل الخدمه، بحيث ان الكاميرات الموجوده سواء كان بشان المحيط الخارجي لتامينه او المحيط الداخلي، وغرفه بتتلقى كل الحركه بتاعت او النشاط الموجود. طب الفرد اللي بيقوم بالنوع ده من المراقبه سواء بكاميرات الكترونيه او تعامل مع الجمهور بشكل مباشر ويقدر يحكم ده الراجل ده عميل ولا داخل مشتبه فيه وما الى ذلك، ايه نوع التدريب او التاهيل اللي يخليه يصلح لهذه الوظيفه؟ لان احنا كمان بنشوف ناس لابسه يونيفورم او زي رسمي ولكنها يعني لا يبدو عليها اي نوع من الامكانيات. يعني ده صحيح وده واقع فعلا. وده برضه هرجعه انه لو في قانون هيدي مواصفات وهيدي توصيف وهتكلم عنه حالا دلوقتي. انما الفرد ده المفروض ان هو يتلقى تدريب. والتدريب بينقسم الى اذا كان مثلا بنوك لها تدريب خاص بيها ومخاطر خاصه بيها. اذا كان في منشآت سياحيه فبرضه بياخد تدريب ايه المخاطر المنشآت السياحيه؟ الناس السواح الموجودين، الترددات، الحركه، ركوب الاتوبيسات ونقلهم مطارات غيره غيره. كذلك برضو بالنسبة للمراكز التجارية مثلا، يعني هل في تدريب خاص بياخدوا أفراد الأمن لحراسة الأفراد أو شخصية اللي هو البودي جارد يعني؟ فعلا المشروع القانون اللي تقدمنا به بيلزم الشركات أولا في نوعين من الرخصة. الشركة اللي بتشتغل في هذا النشاط لازم يكون لها رخصة تقديم خدمات أمن، بالإضافة للفرد كمان اللي هيقوم ينفذ لصالح العميل ده لا يكون عنده رخصة انه يسمح له زي رخصه قياده، رخصه حمل السلاح، دي رخصه في شو تشبيه ضابط امن لا رخصه بيبقى موجود فيها رقم، موجود فيها صورته، موجود فيها اسمه، موجود فيها بيانات البيت بتاعه وغيره او الشركه اللي بيعمل فيها، فبياخد رخصه تقول ان هو تلقى تدريب معين. تلقى تدريب معين. وبالتالي ده مهم جدا للرد على السؤال. حضرتك بتشوف فعلا فرد ده هتلاقي الشركه يعني يمكن اقل التزاما، الفرد بيجي يمكن على طول من الشارع يلبس القميص واليونيفورم ويروح، وهناك يمكن على المواقع بكتير يقولوا خلي بالك من دي او خلي بالك من دي، طبعا ده ما ينفعش. فبالتالي شركات الامن اذا كنا الحقيقه بنثير هذا الموضوع، لا ده نشاط مهم وفي اعداد كبيره وعدد الشركات موجوده وبقى لها سنين طويله محتاجه لقانون وضوابط. التصريح بياخدوه الشركات دي من وزاره الداخليه؟ وزاره الداخليه. وزاره الداخليه هي الجهه المنوط بيها، ليه؟ لانها هي متواجده معاهم ودي بتكمل شغلهم. يعني بيبقى في منشاه معرضه، بيبقى موضع اهتمام الشرطه، بتعمل اتصال ما بين المنشاه دي والمسؤولين عن الامن فيها، وبالتالي دي بتساعد الشرطه في بتتكامل مع الشرطه، ممكن شرطه في الخارج الافراد الامن دول في الداخل. في نفس الوقت انه افراد الامن دول بتتوفر لديهم عند التدريب الجيد الاستشعار الخطر فيما يتعلق بقى بعمليه برضه التسليح وغيره، لان دي كانت نقطه برضه مثاره. كان عندنا خبر ان احد الشخصيات العامه كان معاه الحارس بتاعه وتم القبض على الحارس لانه كان معاه سلاح غير مرخص. فلو ممكن حضرتك تقول لنا تكلمنا اكتر يعني يمكن يعني في بسرعه عن المواصفات للحراس الشخصيين للشخصيات العامه. هو في واقع الامر هي مشروع القانون تحفظ على الحراسه الخاصه ولم يعطي هذا الحق للشركات. يعني هذه الخدمه بالذات كان وجهه النظر في ان دي هتثير استفزاز الشارع، لما كل واحد عشان عنده فلوس او عنده امكانيات يمشي اثنين ثلاثه وراه وبالاسلحه. كنا بنشوفها الحقيقه. الحقيقه دي يعني تعتبر مرفوضه عموما. يعني احنا بنشوف يمكن في انجلترا
الفرد الشرطة ما عندوش سلاح. وده طبعا الأقيم والأحسن، لأن تكاثر أو تواجد السلاح بكثرة في الشوارع وده يعني نوع من الاستفزاز. وإحنا الحقيقة في الشعبة وفي مناقشة المشروع القانون يعني تحفظنا على الطلب ده من بعض الشركات وقلنا لا، احنا خلينا نسلح الفرد بوسيلة انذار، بوسيلة انذار قوية سريعة يتلقاها مركز مجهز تجهيز جيد، وبالتالي مربوط بالشرطة وممكن الشرطة هي اللي تتدخل. طب قبل ما نختم لأن للأسف وقتنا خلص، أنا عايز أسأل حضرتك سريعا، هل ترى أن هذه الخدمة شركات الحراسة الخاصة في ظل الظروف اللي بتعيشها مصر دلوقتي ممكن تكون بديلة عن عدم قدرة الشرطة على التواجد في أماكن كتيرة وحماية المنشآت والأفراد؟ لا، إحنا بدوش بديل، إنما ممكن يكون مكمل. إنما بديل طبعا لا، بكافة والحقيقة سؤالنا على الفيسبوك برأي الناس كان هل تزيد انتشار شركات الحراسة الخاصة كمحاولة لتعويض غياب الشرطة 58%، لن يضيف جديد 33%، حل بديل لحماية الشركات والمؤسسات الخاصة 9%. يعني في استشعار بأن الشرطة منكمشة بعض الشيء، ففي حاجة للشركات الحراسة الخاصة. هو فعلا ما في شك أن الشرطة في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها والانفلات الأمني عليها لود كبير جدا، فبالتالي دور شركات الأمن ممكن يكون مساند، بس أرجع برضو وأكرر تاني، لابد من قانون نصدره عشان نقدر نشتغل صح ونبقى مكمل بجدية وبفعالية. هو طبعا يعني احنا بنتمنى ان يكون القانون ده على اجندة مجلس الشعب القادم، وبنشكر تشريف حضرتك معنا في الاستوديو سيادة اللواء عادل عمارة رئيس شعبة الحراسة والامن باتحاد الغرف التجارية. مشاهدينا نخرج لفاصل قصير وبعدين نرجع لشان نناقش موضوع مهم جدا وهو مشاكل اهلنا في النوبة، خليكم معنا.